بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك، بس صحح لي معلوماتي، يمكن الظاهره الجويه المستمره معانا هي الرطوبه ده غير الحر، وده بسبب تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي، صح كده؟ بالتاكيد طبعا، يعني احنا دايما بنقول ان شهر اغسطس بيكون هو ذروه الرطوبه في فصل الصيف، وبيليه شهر طبعا يوليو من حيث ارتفاع نسب الرطوبه، فاحنا بالتاكيد الفتره دي بنسجل اعلى نسب رطوبه على مستوى الجمهوريه، سواء على السواحل الشمالية أو المحافظات الداخلية، لكن طبعا السواحل الشمالية دايما بتكون هي صاحبة النصيب الأكبر من ارتفاع نسب الرطوبة، بالذات بالليل اللي بتوصل بالظبط بالليل بتكون هي العظمى في نسب الرطوبة اللي بتوصل لأكثر من 90 و95% على سواحلنا الشمالية، وده معناه إن الهواء بيكون مشبع بشكل كامل ببخار المية، بالتأكيد ده بيكون له تأثيره على إحساسنا بدرجات الحرارة وبارتفاع الحرارة سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. لكن لو اتكلمنا عن درجات الحرارة الفترة دي، زي ما دايما بنقول إنه من بداية أغسطس حتى الآن درجات الحرارة لم نشهد درجات حرارة قاسية أو شديدة بشكل ملحوظ زي اللي كنا بنشهدها الشهرين الماضيين، لكنها أيضا في المقابل لم تنخفض عن المعدلات الطبيعية، لكن الفترة دي كلها ما بين ال 35 ل 37، وده يعتبر اما في اخر الحدود المعدلات الطبيعيه او اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي درجه لدرجتين تقريبا، وبالتالي استمرار الاجواء ما بين الحاره لشديده الحراره، لكن ارتفاع نسب الرطوبه بالشكل الكبير بيكون هو العامل الاساسي والرئيسي اللي بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره اللي بتوصل بالتأكيد لأكثر من درجات الحرارة اللي بيتم قياسها، يعني لما بنسجل على القاهرة 36 درجة مئوية زي اليوم تحديدا، بالتأكيد المواطن بيشعر بها وكأنها 38 أو 39 درجة مئوية، ده مستمر معنا إن شاء الله طوال هذا الأسبوع ويمكن كمان حتى بداية الأسبوع القادم. وزي ما احنا عارفين ان كلما اتجهنا الى محافظات الجنوب بتبدا ترتفع درجات الحراره تدريجي، علشان تكون اعلى درجه حراره بنسجلها بتكون على جنوب الصعيد، وفي المقابل كلما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات الوجه البحري والسواحل الشماليه بتقل درجات الحراره بشكل تدريجي، علشان تكون اقل درجه حراره بنسجلها على مدار اليوم كله سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل على محافظات ومدن الساحل الشمالي المطلة على البحر المتوسط، ده بالنسبة لنسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة. الظاهرة المهمة كمان اللي موجودة معانا الفترة دي هي الشبورة المائية، بالتأكيد مذاكرة أيوة اتفضل شبورة مائية خفيفة طبعا على الجزء الشمالي من الجمهورية، كلنا ملاحظينها خاصة اللي بيتحرك خلال ساعات الصباح الباكر، لكن بتكون هي فترتها قليلة من حوالي 3 ساعات إلى 4 ساعات بالكثير من بعد الساعة 4 الفجر، وبمجرد طلوع الشمس بتبدأ تتلاشى الشبورة بشكل تدريجي، مش بتؤثر بالشكل الكافي على الرؤية الأفقية، فهي غير مؤثرة بشكل كبير، لكن خلينا نقول إن تلاشت فرص الأمطار تماما على المناطق الجنوبية من الجمهورية، وبدأت كمان درجات الحرارة على الجنوب ترتفع علشان توصل ل 43 و44 درجة مئوية، لكن بالنسبة أيضا لسرعات الرياح فهي معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية، لكن اللي بيكون متواجد خاصة خلال ساعات الليل في أماكن مفتوحة أو أماكن مكشوفة زي الحدائق العامة بيلاقي بعض نسمات وهبات الرياح، ودي الحقيقة بتساعد بشكل كبير على احساسنا بدرجات حراره اقل من الطف، بيكون الجو الطف عنده يعني بالتاكيد. لو اتكلمنا عن اخر عنصر بقى وهو ارتفاعات الامواج سواء على شواطئ البحر المتوسط او البحر الاحمر، فهي طبعا معتدله، البحر المتوسط بتوصل عليه ارتفاعات الامواج ل 2 متر، و2 متر بيكون هو ارتفاع موج، يعني يمكن خلينا نقول انه حساس شويه، يعني مش مرتفع بالشكل الكافي، يعني ممكن يكون مناسب يا دكتور محمود لأعمال الملاحة والصيد لكن غير مناسب للسباحة مثلا، بالذات في شواطئ البحر المتوسط كمان.
بالظبط، لكن كمان مش على كل الشواطئ، يعني ممكن ايوه ارتفاع 2 متر على شواطئ البحر المتوسط، في بعض المناطق يكون مناسب لأيضا أعمال التنزه وبالنسبة للمصيفين، مناطق تانية ممكن يكون غير مناسب بشكل نسبي، بيحددها المسؤولين عن الشواطئ ايوه على البحر المتوسط. البحر الأحمر بتكون عليه ارتفاعات الأمواج أو أقصى ارتفاع للموج بيوصل لواحد ونصف المتر، فهي مؤهلة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة وكمان الموجودين على الشواطئ. لكن في المقابل درجات الحرارة على شواطئ البحر الأحمر مرتفعة بشكل كبير، مشابهة لدرجات الحرارة في محافظات الصعيد. العنصر المهم زي ما حضرتك ذكرت في البداية والظاهرة الرئيسية هي ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، علشان كده دايما بنأكد على التواجد دايما في أماكن جيدة التهوية خاصة خلال ساعات المساء، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن نسب الرطوبة العالية بالنسبة لهم خاصة اللي بتوصل لأكثر من 90% خلال ساعات الليل بتكون بالتأكيد لها آثار سلبية عليهم، علشان كده دايما نتواجد في أماكن جيدة التهوية خلال ساعات الليل، فتح النوافذ لتغيير الهواء وحدوث حركة الهواء داخل المنازل، التواجد في مناطق جيدة التهوية خارج المنازل زي الحدائق العامة، ده كله خلال ساعات الليل، بالإضافة طبعا للنصائح الهامة بالنسبة لدرجات الحرارة نهارا، وهي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع القاهرة العظمى فيها تكون 36 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 37-27، الأسكندرية 33-24 والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 32-25 ودمياط 33-26، بورسعيد 34-27 والإسماعيلية 38-25، السويس 36-25 والعريش 35-25، أما كاترين 32-18 وطوبة 37-27، حلايب 37-31 وشلاتين 41-31، شرم الشيخ 40-31 والغردقة 40-30، الفيوم العظمى فيها توصل 39 والصغرى 25، كذلك بني سويف 39-25، أما الوادي الجديد 43-27 وأسيوط 40-26، سوهاج 41-27 وقنا 43-29، الأقصر 43-29 وأسوان 44-30. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة وشاذلي عشان نتابع فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هنا. شكرا.